السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا طيبين باذن الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله هذا الفيديو باذن الله بنحاول ان احنا نرد فيه على الاسئله المطروحه في موقعنا في مجموعه الفيسبوك باذن الله سبحانه وتعالى. بالطريقه هذه ان شاء الله يكون منظم افضل، ان احنا الاسئله المطروحه نحاول ان احنا نقراها ونحاول ان احنا نرد عليها في فيديوهات مختلفه. وان شاء الله بحاول اذا في اسئله مهمه بحاول ان استردها من الفيديو واحطها في الفيديو لحالها باذن الله سبحانه وتعالى. في البدايه نطلب منكم جميعا الاشتراك على الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب الهجره والحياه في كندا، عشان ان شاء الله نتحمس ونحاول احنا نحط فيديوهات اكثر واكثر ونحاول احنا نرد على استفساراتكم. اذا شفنا ما في اي اسئله او اي شيء مطروح ما عاد في داعي ان احنا نعمل الحلقات هذه للرد على الاسئله او الاستفسارات. فنتمنى منكم الاشتراك في القناه، الان عندنا حدود 8011 مشترك، فان شاء الله كل ما زادوا وكل ما زادت الاسئله كل ما عملنا حلقات اكثر واكثر ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. طبعا في البدايه نبدا نشوف ايش المواضيع او ايش الاسئله الذي انطرحت في منتدانا على الموقع نفسه. نشوف الاسئله وين مطروحه. هنا هي الاسئله طبعا هنا في هذه الخانه، في خانه كندا الهجره كندا. ندخل هنا نشوف الاسئله المطروحه في المنتدى هنا. تمام، احنا بنشوف انه هنا ما فيش اي اسئله انطرحت، لانه اخر هنا اخر موضوع انطرح في قبل فتره، فما فيش اي اسئله مطروحه حاليا. لانه شوف اذا في اي اسئله او اي شيء بتكون هنا موجوده. هل لديك اي سؤال عن الهجره والحياه في كندا؟ طبعا شوفوا الشباب الفيديوهات بتكون موجوده هنا ايضا. هذه شوف هذه الاسئله، ما فيش اي استفسارات انطرحت في الموقع بالخالص. لهذا اوكي، شوفوا هنا تحت الاسئله بدل جوه الفيديوهات اخر فيديوهات للقناه بدل جوه هنا موجوده. طبعا الان ننتقل الى مجموعه الفيسبوك. هذه مجموعه الفيسبوك اللي هي الهجره والحياه في كندا. طبعا هنا احنا طلبنا انه كل واحد يحط اسئلته هنا ايضا على اساس ان احنا نحاول نرد عليها. تمام، الان السؤال الاول من بغداد السلام. السؤال هذا حط امس. مرحبا، عندي سؤال، ما هي مده استلام الاقامه الدائمه بالنسبه للاجئ من داخل كندا؟ علما ان التقديم على الاقامه منذ سنه او 6 اشهر. طبعا بالنسبه للسؤال هذا في موقع وزاره الهجره هو دائما موجود هناك، بيطلع لك كم الفتره المطلوبه لاستلام الاقامه. الحصول على اللجوء من داخل كندا وبعد ما كمل العمل وقبلكم وخلاص، بيتحول الموضوع من لاجئ، من طالب لاجئ الى لاجئ مقبول اللي هو كونفنشن ريفيوج، وبعدين هناك تقديم الاقامه. الاقامه بتاخذ يعني هو طبعا شوفوا هو يعتمد على الزحمه، يعني كم الناس كم بياخذوا. يعني الان في الوقت الحالي بنشوف انه في ناس اخذوا اكثر من سنه. بعضهم اللهم صل وسلم عليه اخذ يعني قدم في حدود يناير وعاد وحصلها يعني في خلال 9 شهور. فكل قضيه تختلف عن الثانيه، في ناس يمكن يطول الى سنه او سنه ونص. هذا السؤال الثاني من شميكة الانسي. السلام عليكم، ما هي افضل مقاطعه في كندا حيث المناخ في الفصول الشتاء والصيف؟ يعني في البرد وفي الحر ما هي افضل منطقه؟ شاكرا لكم تفاعلكم مع ناسي. طبعا افضل منطقه الذي عرفتها والذي عشت فيها بالنسبه للثلج انه ما فيها ثلج هي مقاطعه بريتش كولومبيا. وبالاصح انا عشت في عاصمه بريتش كولومبيا اللي هي فيكتوريا. فيكتوريا هناك ما كان في يعني ما فيش ثلج بالخالص، بس السنه الماضيه نزل شويه ثلج، ولا عاده ما ينزلش ثلج يعني، واذا حتى اذا نزل بينزل خفيف جدا، بس السنه الماضيه نزل شويه زياده يعني. بس هي قريب تعتبر افضل مدينه. السلام عليكم، هل من مغاربة في كندا ممكن على الخاص؟ هذا واحد رد عليه قال لي في كيبيك كلهم مغاربة. هذه صراحة ماش اوكي. Hi, thanks for adding me. I'm a student and I want to go to Canada. How can I fare and thank. بالنسبة لهذا اوريدي خلاص يعني رد عليك انس، رد عليك. هذه هي طريقة الاكسبرس انتري، بس اعتقد انه رد عليك بالفرنسي انس عازم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك أخي؟ معك عزام طالب في الهند والجنسية من اليمن. معي بعض الأسئلة أريد أسألك من شأن كندا بكونك فيها ولديك الخبرة. السؤال موجه للدكتور عادل السري، أتمنى أن أنا أكون دكتور، جزاك الله خير. أنا لست دكتورا، أنا مجرد مستشار في مجال الاتصالات. موضوعي هو أن في ناس بدأت تعامل لنا ومن مصر فيزا سياحة ومعاملة مثل الجميع عن تبع السفارة، وقالوا بيكون لنا مقابلة كمان إن قبلنا إن شاء الله ونوعا ما كذا. المهم الناس أعرفهم جدا، النقطة إلى هنا إنه $10,000 على مقدم لازم يدفع على حرب الله. الشرط في الدفع هو أن الشخص لا يدفع ريال واحد إلا بعد وصول أراضي كندا، طب ادفع الفلوس من جهة الضمان. هل إذا قدمت لنفسي من الهند عبر السفارة وإيش من فيزا لازم أقدم عليها؟ هل بأقبل مبدل 10,000 اللي يجب لها أعامل بها وحطها ضمان بنكي، وكيف الإجراءات إذا عاملت من البداية لي؟ وكمان مدة ما أتحمله موضوع الفيزا الكندية إذا قبلوني، وما هي البروسيس اللازمة؟ طبعا بالنسبة للموضوع الأول هذا حق الفيزا، وهذا انتبه يعني في عملية نصب، يعني كيف بيجيب لك يعني $10,000 ويجيب لك فيزا؟ يعني ما هو وزير الهجرة ولا هو سفارة على أساس يجيب لك فيزا؟ هذا يعني فيها يمكن تكون فيزا مزورة، وطبعا إذا تم اكتشافها في أي مطار من المطارات يعني بيتم القبض على من حامل الفيزا. بالنسبة للموضوع الثاني، التقديم للهند هو يعتمد على إيش نوعية المعاملة اللي بتقدم. هل بتقدم على زيارة أو سياحة أو الله مسلم أو الإكسبرس إنتري؟ طبعا كل شيء بيكون عبر موقع وزارة الهجرة الكندية اللي هو CIC.GC.CA، وما في شيء حاجة بتقوم عبر أي جهة أخرى، كله بيقوم عبر الموقع، تعبي الأبليكيشن، تعبي الاستمارات، وبعدين إذا تم استدعاءك لعمل بصمة قدروا بيقولوا لك يعني في الرسالة نفسها ايش عنوان المكان اللي تروح تعمل فيها البصمه. طبعا الفيزا هي بتاخذ يعني مثلا اذا كانت زياره او سياحه هي اعتقد بتاخذ حدود شهرين، اما اذا كانت اكسبرس انتري او الهجره الرسميه فهي بتاخذ يعني يعتمد طبعا هذا يعني تقدر تعبي المعامله لحالك عبر الموقع وزاره الهجره او انك توكل محامي. فعلى العموم على ما سمعنا بعد ما تجهيز الاوراق كل شيء هي تاخذ المعامله من 6 شهور الى سنه. ثالثا، هل اذا مثلا ان شاء الله سبرت معاملتي من مصر ودخلت على كندا وفيزا اختتمت في جوازي، الاجراء القانوني لم يتم اي تزوير على اني ارجعي مطار كندا؟ يعني اذا وصلت لكندا ما فيش حاجه اسمها ارجع، يعني يعتمد يعني مثلا اذا جيت انت الزياره وطلبوا منك يعني او ما قبلوك او شيء زي كذا في موضوع الزياره طبعا ممكن يرجعوك، نعم، ولكنه يعتمد ايش بتعمل اذا رفضوا موضوع الزياره او قالوا لك انت غير مقبول انك تدخل او شيء زي كذا. وما هي المتطلبات من وثائق عند وصول المطار خوفا بدل الخساره لا ارجع، مع اني سمعت ما يرجعوش ناس بكثير؟ نعم طبعا الاوراق المطلوبه هي اوراق يعني ايش الاوراق اللي تثبت انك دخلت انك بتدخل سائح يعني. واخيرا اللجوء، انا جاي على غرض أوصل وأقدم لجوء، هل أقدم في المطار أو بعد دخولي كندا أقدم لجوء وكيف الإجراءات؟ أوكي، إذا كان موضوعك اللجوء طبعاً تقدر تقدم من المطار وتقدر تقدم من داخل يعني. ففي ناس يفضلوا إنه يقدموا من المطار ويخلص الموضوع، في ناس يفضلوا إنه يقدم من الداخل. وهل الأمور بتمشي معي إن شاء الله؟ لأن خطتي لجوء وأريد مواصلة تعليمي، وإذا كنت في فرصة مثل الكل يعني نشتغل بساعة وكيف؟ طبعا تقدر يعني حتى لو انت مقدم لجوء تقدر تواصل تعليمك هنا ما فيش اي مشكله وتقدر تشتغل، بس يعني تنتظر فتره معينه لما يطلع لك تصريح العمل او تصريح الدراسه والقضيه حقك جاريه. يا ريت ان تفيدني بهذا الشيء، اتمنى وسوف يكون لنا لقاء على خير، اتمنى الرد بوضوح وشكرا لك. شكرا، العفو اخي، ردت اتصل بك وانا اردت اتصل بك دولي، سوف اتصل بك ان لم تكن تستخدم الواتساب بكثره. شكرا جزيلا، أيها لو سهلة إذا وصلت تواصل معنا وإن شاء الله نعرفك على الكل بإذن الله. سامي مزاري، سلام أخوة، حاب نعرف كامل وإيش كاين في دوسي في سياحة لكندا ورقة، انفعوني. ما فهمت أي شيء من السؤال هذا، المعذرة يا سامي. أوكي، سلام أخي محمد علي، سلام أخي عادل، معك محمد الكمي من اليمن.
عندي لك اقتراح أن يتم تنزيل الأسئلة التي يتم سؤالك وردك فيها عن طريق اليوتيوب، أن يتم تنزيلها كتابة وملخصة في الصفحة ليتم الرجوع إليها في أي وقت يريد مشاهديك ومتابعيك. والله ما يعني مش عارف كيف إن أنا أكتب هذه كلها الأسئلة اللي في البث المباشر المطروحة، صعب يعني كيف إن أنا أنسخها يعني وإن أنا أحطها وإن أنا أرد عليها، بياخذ وقت مني. أنا بنحاول نعمل الفيديو عشان يسهل لنا الموضوع، ولكن جزاك الله خير وحي شجاعتك وهمتك، لك مني كل الود والتقدير، وحي شجاعتك وهمتك في هذا العمل الطويل. جزاك الله خير أخي محمد. هذا ما نعرف إيش من ما أعرف شكر اللغة هذه، ما عنديش فرنسي صراحة. أريد أتزوج بنت كندية مسلمة أو غير مسلمة كمان. هذه تحاول أنك تشوف لما قدك موجود هنا في كندا وتروح المساجد وتسأل في المساجد، يعني أنك تقول لهم أنك تتزوج، هم بيساعدوك يعني إذا في عوائل مسجلة عندهم. سعد، السلام عليكم أخواني الكرام في كندا، أرجو نصيحة أخوكم لوجه الله. أنا أمامي فرصة السفر لكندا في فترة قريبة عبر الأمم المتحدة، كفالة الحكومة طلب اللجوء، ولكن أفكر في الأمر ولا أستطيع القرار، هل أبقى في تركيا أم أسافر أنا وعائلتي؟ أفضل شيء طبعا أنك تسافر أنت وعائلتك بدل ما تستحنب يعني. أرجو نصح التوضيح بالنسبة للحياة في كندا من كل الجوانب. طبعا أخي سعد، إذا أنت شتيت تشوف يعني صراحة أنا عامل سلسلة اللي هي أسبوعيات عربي في كندا، تقدر تشوف من الفيديوهات هذه كيف الحياة في كندا من وإلى، من كل الجوانب أنا حاول أصورها، هي في نفس القناة هذه في قناة اليوتيوب. وما الإيجابي وما السلبي، كل شيء موجود، وبخصوص الأطفال والعمل والسكن والعلاج والحقوق والواجبات، كل شيء موجود في الفيديوهات هذه. أرجو من الأخوة أن يسبقونا لكندا بصفة اللجوء أن ينصحونا ما هو خير لنا، وجزاكم الله خير. كل شيء موجود في القناة هذه، وإذا في عندك أي استفسار عن أي موضوع معين حطه هنا، وإن شاء الله بنرد عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. مخلص يا أحمد، يا جماعة أنا مخلص العلوم الطبية التطبيقية المصرية، هل في إمكانية تكمل الدراسات العليا في كندا مع العلم جانب الدراسة، لأن ظروف الكلية لا تدعو للتفاؤل هنا في مصر؟ تقدر تخلص دراستك في كندا يعني، ما إيش الـ إيش الـ إيش المانع؟ تشوف الجامعات الموجودة في كندا. أنا سجلت فيديو عن المنح الدراسية في كندا، إن شاء الله لو تدخل على القناة بتشوف الفيديو موجود هناك، يشرح كامل عن المنح الدراسية في كندا من وإلى، المواقع الذي فيها المنح الدراسية وبالتفصيل، وكيف تقدم في الجامعات والأشياء هذه كلها، إن شاء الله يفيدك الفيديو هذا. I would be interested in immigration to Canada. Immigration to Canada في لها بروسس معينة، وفي لها فيديوهات حطيناها وشرحنا فيها عن الهجرة إلى كندا وعبر المستشارين في مجال الهجرة الكندية، كيف الهجرة إلى كندا وأنا مقيم في السعودية. طبعا أنا رديت على هذا السؤال وحطيت طرق الهجرة إلى كندا 3 فقط، وحطينا قناة الفيديو يشرح عن طرق الهجرة هذه. الله يوفقكم، جزاك الله خير أخي فاضل. شو لما تقول لي على كندا من وصلني مسج من عندهم اللي تقبل وخلصني نجيب ليهم؟ ما فهمت صراحة هذا السؤال بالخالص، المعذرة أخي العزيز. شكرا أخي عادل، العفو، ارحموا عزيزنا قوم ذا، الله يسهل أموركم ويفرج همكم أخي أمين. فالحمد لله ردينا على جميع الأسئلة والاستفسارات. المهم إذا في عندكم أي أسئلة أو أي استفسارات، ما معكم إلا أن تحطوها في هذه المجموعة اللي هي Immigration and Life in Canada، الهجرة والحياة في كندا، على موقعنا الذي هو هذا اللي هو موقع لينكيو هنا في خانة هل لديك أي سؤال عن الهجرة والحياة في كندا. ونتمنى من الجميع نشر الفيديو هذا بقدر المستطاع والاشتراك في القناة، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى كل ما يعني بدل ما نحن نعمل بث مباشر كل أسبوع نخليها إنه كل الأسئلة كل ما ينطرحين أسئلة مجموعة هنا أسئلة في المجموعة هذه أو في الموقع تبعنا هنا، بنحاول نحن نعمل فيديو ونرد على الأسئلة هذه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا إن أنتم تشتركوا في القناة وتعملوا إعجاب، تعملوا اشتراك في القناة وإعجاب، وتضغطوا زر الجرس عشان إذا في عندنا بث مباشر أو أي شيء بيكون يجي لكم زي التنبيه. وشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم يا شباب.